حبايبي قياسها 3 لتر ستيل وبها اكثر من سرعه كلش سريعه، راح تفيدكم كلش هواي. سعرها 15000 وايضا متوفر قياس 2 لتر وايضا بها اكثر من سرعه والسكينه مالتها رباعيه، طبعا كلش انصحكم بها وسعرها 9500. اشوفكم هاي السكاكين، طبعا متوفر باكثر من شكل واكثر من نوع وكلش نوعيتهم زينه جدا حادات، وسعر القطعه 1000 دينار. هو يمنا وبس، فتعالوا خل اشوفكم هذا سية البهارات اللي متكون من 6 قطع بهذا الشكل شفاف، والغطاء مالته باللون الاسود والستاند ايضا باللون الاسود يختار مثل ما تشوفون، كلش راح يفيدكم. وسعره يمنا 3500 بس. حافظت خبز او صمون وقماش بالشكل دائري بها سحاب، وايضا حبايبي الداخل مالتها سيلفون على مود يبقى الاكل او الصمون حار، ومتوفر بها اكثر من شكل وسعرها 3000. مقدمه زجاج كريستال بهاي النزاكه شي كلش حلو، ايضا بها قاعده وسعر قطعه بلاش 1000 دينار. الحمام اللي كله شكله حلو وكلش مفيد لكم، متكون من 3 قطع، تخته طبعا كلش قويه وايضا طاسه ونجانه، النجانه مالتها قياسها كبير وعميقه ومتوفر بها اكثر من لون وسعره 6000. اشوفكم على تشكيله الفرفوري، طبعا اول شيء كاسه فرفوري، شوف النقشه مالتها جدا حلوه، قياس 7 انش وسعر القطعه 1000 دينار، وايضا نفس الشكل الفي قياس 8 انش سعر قطعة 1000 دينار، والحجم الكبير الفي قياسه 10 انش ايضا نفس الشكل وسعر قطعة 1000 وربع. طبعا تقدرون تاخذون من كل شيء ويسوون هذا الشكل، سعرها 1000 دينار. تعالوا خل اشوفكم الشكل الثاني، سعرها 1000 وربع. لوحة طبعا متوفر بها اكثر من شكل، اشكالها يخبلن كلش حلوات، وشوفوها شلون تلمع لمع شيء كلش. تعالوا خل ابدي وياكم واشوفكم هذا رف المنظفات اللي كلش راح يفيدكم. طبعا اول شيء متوفر به 4 طابق بهذا الشكل، طوابق مالته جدا قويه، وايضا حبايبي بارجل راح يفيدكم كل شوي تخلون بها المنظفات وهو ياخذ اشياء مثل ما تشوفون. سعره 11.5 ومتوفر القياس الاصغر 3 طابق، سعره 9000، متوفر باللون الابيض فقط. طاوة بهذا الشكل على مود من تقلون الزيت ما يتطفر عليكم، راح يفيدكم كل شيء هواي، سعره 1000 وربع. وايضا حبايبي خل اشوفكم هاي الشبايه جدا قويه وسعرها 1000 دينار. حبايب تعالوا خل اشوفكم الدلات الكهربائيه، اول شيء اشوفكم هاي الدله الكهربائيه البايركس اللي كلش نوعيتها زينه وسعرها 8000، ومتوفر الستيل ايضا كهربائيه سعرها 7000، ومتوفر اللي تكون جلاتيني حراري سعرها 7000، وايضا متوفر هذا الشكل كهربائيه سعرها 6000. حافظات زاهي وبنفس الوقت فيها اسفنجة بهذا الشكل حبايبي مثل ما تشوفون، كلش راح تفيدكم وسعرها 1000 دينار بس. شوفوا جمال هذا سيف التوابل الفرفوري اللي متكون من 5 قطع، والغطاء مالته خشب ويا كل قطعة ملعقة فرفوري، فشي كلش مرتب ومتوفر به أكثر من لون، والاستاد مالته أيضا خشب، يعني شكل على الكاونتر يجنن، وسعره 14.
الدول كالزجاج بهذا الشكل، فتشي كلش نازك وبسيط، ويا اربع قلاصات نفس الشكل ايضا زجاج، وسعره جدا مناسب وجمعنا 5000 بس. صندوق متعدد الاستعمال، طبعا تخلون بيه الشغلات اللي انتو تريدوها، قياسه حلو كبير من الداخل وياخذ هواي شغلات، وبيه غطاء وكلش قوي، وايضا حبايبي متوفر بيه اكثر من لون، وسعره 2000 دينار. حملت ملاعق طعام خشب متكون من 3 قطع بأشكال مختلفة، وأيضا يوم الحاملة مالتهم سعرها 1000 وربع، وأيضا هاي حاملة الكلينكس المطبخ أيضا خشب سعرها 1000 دينار، وهاي الشياش خشب بها أكثر من قطعة، وكل هذا بسعر 1000 دينار. وخل أشوفكم هاي المبراشة، طبعا بها أكثر من شكل خشب وكلش حادة سعرها 1000 دينار، وعواد السوشي اللي بها أكثر من قطعة سعرها أيضا 1000 دينار. مثلث مخضر باللون الذهبي، طبعا الطلاء مالتها ثابت، 3 طوابق، شوفوا الطوابق مالتها واسعة بالشكل الدائري، طبعا متوفر بالشكلين، هذا الشكل يصير أعلى بشوية، وسعر القطعة 13.5.